ولكن يجب ان يكون هناك
فاتحة أمينة يجي تكتب يا أوين الشرف اللهم سخر لنا مما نريد ونجنا مما نخاف بفضلك يا لطيف يا نعم المولى ويا نعم النصير غفرانك ربنا وإليك المصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أفعل الله ما يشاء بقدرتي ويحكم ما يريد بعزتي يا حي يا قيوم يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحياتهم فيها السلام وآخر دعوانا أن الحمد لله ونرينا موانا ونرينا موانا ونرينا موانا ونرينا موانا Thank you.